حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان عبد بن زمعه وسعد بن ابي وقاص اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امه زمعه فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن امه زمعه فاقبضه فانه ابني وقال عبد بن زمعه اخي وابن امه ابي ولد على فراش ابي فراى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبه فقال هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش واحتجبي منه يا سوده